مكملين معاكم فقراتنا، وزي ما قلنا في البداية الموقف مازال متوتر جدا ما بين قوات الأمن والمتظاهرين في ميدان التحرير، في شارع منصور، في شارع محمد محمود، في محيط وزارة الداخلية، وكمان في مدينة السويس. امبارح ناس كتير جدا حاولت يعني تاخد موقف، تبتدي تهدي الطرفين، سواء نواب مجلس الشعب، الثوار نفسهم، أو المؤتمر الصحفي اللي عقده وزير الداخلية واتخذ فيه قرارات مهمة جدا امبارح. النهاردة هنتكلم على الوضع في الشارع المصري، ومعانا أستاذ محمد عصمت، مسؤول الطبعة الثانية لجريدة الشروق. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بك. طبعا ملاحظ التوتر الموجود في الشارع المصري على مدار الخمس أيام اللي فاتوا، اللي زاد بشكل يعني ممكن يوترنا كلنا، مش يوتر الشارع بس. رأي حضرتك إيه في الوضع اللي وصلنا؟ والله طبعا هو وضع منطقي، يعني لو أنت اعتبرتيه نتيجة منطقية للأحداث اللي مرت خلال السنة اللي فاتت. هو طبعا تطور نوعي اكتر، ان كميه العنف بقت اكتر حده. المتظاهرين بكل الحقيقه فئاتهم يعني اللي قدام محمد محمود مش بيستجيبوا لاي مبادرات للمصالحه. واضح ان في الموضوع اكبر من المعالجه المسكنه، يعني المجموعه الموجوده دلوقتي اتصور عشان يعني نوقف العنف الموجود حاليا امام محيط وزاره الداخليه لازم يكون حل سياسي جذري بدون اي مؤامات، بدون اي اعتبارات مؤقته. لازم حل جذري يحل يشوف مطالب المتظاهرين ايه، وهي الحقيقه واضحه ان هم عايزين محاكمات عادله لقدره الشهداء. والتصور ان الخطوه دي مبدئيه واساسيه قبل الكلام عن وقف العنف، يعني القصاص لكل ضحايا. يعني اعتقد كمان مش حادث بورسعيد فقط، كل الحوادث اللي عدت، الخمس حوادث اللي عدوا قبل كده، وحتى اليوم التحقيقات يعني لم تنتج شيء. تمام. طب حضرتك شايف عشان يكون في مصالحه لازم يكون في الاول تنفيذ لطلبات، هو الطلب يعني الطلب الرئيسي اللي هم قدام وزاره الداخليه هو المحاكمات العادله او القصاص للشهداء. والتصور دوت مطلب مهم واساسي، يعني كنا عايزين فعلا نوقف العنف. بعض القوى السياسيه ونواب البرلمان امبارح كانوا واقفين زي حائط بشري، عاملين حائط بشري ما بين قوات الامن وما بين الثوار. تفتكر حضرتك ده ممكن، وده كان مسكن لعده ساعات، لكنه يعني الوضع استمر بعد كده حتى مزبوط. حتى صباح اليوم. ده معناه انه مهما عمل نواب مجلس الشعب المفروض ان هو مختار، يعني مش هيأثر، مش هيجيب نتيجة طول ما لسه الأسباب موجودة. الحقيقة أنا كنت متوقع من نواب البرلمان يعني يقوموا بمبادرة سياسية واضحة. هم الحقيقة ما عملوش كده، هم حابوا يحلوا الأزمة بشكل يعني إيه، بشكل أخلاقي. هو المفترض إن في يعني حقوق ترتبط بالعدالة، يعني حقوق عدلية ترتبط بإقرار العدالة. مفترض إن دي هم يطرحوها، إن المحاكمات الضباط اللي قتلوا المتظاهرين مين هم، ويتجابوا ويتحاكموا. المبادرة أو اللي وصل لينا من خطوة نواب البرلمان لحل الأزمة ما طرحش الكلام ده بشكل واضح. يعني الخطوة الثانية برضو إن يعني إن كنا البرلمان عايز يبقى برلمان الثورة بحقيقي، مفترض إن هو بيعبر عن دولة قانون، دولة سيادة قانون. يعني إن إحنا نبعد عن دولة المافيا بتاعة مبارك، نعمل دولة قانون، وفي الوقت نفسه نحاول نوقف غضب الشارع ان احنا بنحقق مطالبه. فالنواب البرلمان الحقيقه يعني هم ما عملوش القصه دي، هم حبوا يحلوا بشكل اخلاقي ان كفايه كده دم، وكفايه كده يعني الموضوع خد اكبر من حجمه، ونهدي شويه ونشوف هيحصل ايه بعد كده. الكلام ده بقى متاخر جدا، يعني واقع الاحداث في الشارع بقى سابق خطوه البرلمان. ودي الحقيقه دي ازمه يعني صعبه، لما تلاقي مؤسسات الدوله اقل يعني فهما او اقل تعبيرا عن حركة الشارع بكل حتى يعني غضبه، بكل أخطائه، بكل مميزاته. دي أزمة جامدة. طب أنا برضو خليني أقف عند كلام حضرتك. الجلسة الطارئة للبرلمان على طول بعد حادث بورسعيد، النواب طلبوا فيها الحكومة ووزارة الداخلية طبعا بشكل خاص يعني بأمور كتيرة جدا لصالح الثوار. ده بيقول إيه؟ ده بيقول إن الحكومة المشكلة هنا في استجابة الحكومة لطلبات نواب مجلس الشعب، ولا ان الطلبات نفسها مش مرضيه للشارع المصري؟ هو مفترض دلوقتي ان يعني ان في ازمه يعني لحد ما يعني لسه بوادرها مش واضحه قوي، ان في كلام بيتقال حوالين تشكيل حكومه بديله لحكومه الدكتور الجنزوري. فواضح ان يعني الحوار ما بين مؤسسات الدوله، الدوله الحديثه اللي احنا بنبنيها دلوقتي، يعني لسه متاخر. يعني الحوار او
علاقه بين السلطات لم تستقر، ما فيش رئيس جمهوريه كمان اساسا، يعني في الاصل ما فيش رئيس جمهوريه، فالحوار بين البرلمان وبين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه ما في لسه لم يستقر على اسس نقدر تحقق نتائج وتحل مشكلات. دي ازمه انا ممكن اتفهمها يعني، لكن اللي انا مش قادر اتفهمه الحقيقه ايه المشكله ان احنا نحاكم قتله المتظاهرين؟ يعني هي دي يعني وقالنا سنه مش عارفين نجيبهم، يعني حقيقة وضع يثير الغضب ويثير برضو يعني يدي فرصة لقوة تخترق التحرير، تخترق الثورة وتشتري وتبيع في المتظاهرين الموجودين، تأجر بلطجية، يبقى في طرف ثالث وطرف خامس هيجي بعد شوية وطرف رابع وسادس. يعني احنا بنحط نفسنا الحقيقة في مشكلة، وده بيرتبط الحقيقة برضو بكلام حوالين تطهير وزارة الداخلية. يعني بقى لنا سنة مش عارفين نطهر وزارة الداخلية، في عناصر فاسدة لازم تتشال. الامن القومي بيعمل ايه بالظبط احنا مش عارفين. ومفترض ان في الدوله الحديثه او دوله التصور اللي المفروض نقوم بيها يعني ان يكون كل دوت مطروح على الراي العام، يعني مفيش حاجه بتستخبى دلوقتي واحنا بنعملها في غرف المطلقه في غرف المغلقه واحنا عارفين ان يعني احنا كحكومه اقصد عارفين اكتر من الشعب هنقول له ايه بجرعات. لا يعني مفترض دلوقتي الشارع سابق كل دوت، لازم يكون يعني في شفافيه. هي فكره أزمة. الطرف الثالث واللهو الخفي اللي احنا دايما بنتكلم عنها، مسؤوليه مين انه يظهرها؟ يعني هي في ازمه الحقيقه برضو، انا يعني بنتهز الفرصه في البرنامج بقولها لك ان انا يعني انا اقدر اقوله ان في ازمه، حتى المظاهرات وقفناها هتبقى في ازمه على مستوى المؤسسات، ان العلاقه بين المؤسسه وبين الناس وبين الشارع وبين الراي العام فيها فجوه ضخمه جدا. الفجوه ديت ممكن تؤدي لعدم القلاقل وعدم الاستقرار وفرص لتدخلات اجنبيه وفرص لقوه داخليه مرتبطه بمبارك وبكل يعني سياساته السيئه انها تستعيد ارضها المفقوده وتعمل يعني سياسات ممكن جدا تضر بحركه الثوره كلها واللي احنا انجزناه. ففي اخطار مفترض ان احنا البرلمان يعي ليها، الحكومه تعي ليها، الراي العام يعي ليها. للاسف دوت يعني احنا مشكله يعني ممكن تنفجر في وجه الجميع في وقت قريب واحنا مش متنبهين ليها بالشكل المطلوب. يعني صحيح في ناس بتحمل الثوار مسؤوليه عدم الاستقرار الموجود في البلد. انا اسفه، والتوتر اللي موجود في الشارع. هل هي فعلا مسؤوليتهم؟ يعني استمرار الثوره ممكن يكون بيأثر على كل مؤسسات الدوله بهذا الشكل، ولو بيأثر عليها بالسلب ولا بالايجاب؟ هي طبعا الثوره هي في حياه الشعوب هو حدث استثنائي، يعني مش ثوره، مش مفترض احنا نقعد نصور طول الوقت يعني الا ايمن القذافي، وطبعا ده نهايته يعني اتعرفت. فهو مفترض ان الثوره بتبقى ليها مطالب، بتحقق جزء منها بشكل ان الناس بتبتدي تمارس حياتها الطبيعيه، تحصل ازمه تاني ممكن الثوره تعود يعني. ولو لكن ما تحققتش المطالب هل بالظبط مفترض ان الثوره تفضل مستمره حتى؟ اكيد هتبقى في ازمه، والازمه هتقوم هتحصل توترات، على الاقل ما كانش في ثوره في توترات وعدم رضا، وهتتراكم اشياء برضو تانية لحد ما تعمل انفجار تاني. ممكن يكون انفجار غير محسوب، يعني ممكن تحصل فوضى من العشوائيات، ممكن تحصل حاجات كتير. احنا بنحط نفسنا بنحط نفسنا الحقيقه يعني في مواقف خطر احنا في غنى عنها. لكن طبعا هو الثوار برضو الحقيقه يعني هم اقسام كتيره، يعني في ناس رايحين التحرير ورايحين ينزلوا الشارع في محافظات مصر كلها على اسس سياسيه وليهم افكار سياسيه. في ناس رايحين لافكار مطلبيه يعني ملوش بعد سياسي، ملوش مرجعيه سياسيه ولا فكريه ولا حاجه من دي، هو مجرد رايح ان هو يحقق مطالب معينه، مطالب الثوره ان هي المحاكمات، تطهير الداخليه، الحد الادنى للاجور، في كلها طلبات مشروعه. وفي فصيل اخر جوه الشارع انا مش جهه امنيه اقدر اقول ده، بس انا اقدر احسه واقدر اشوفه يعني او اتبينه بوضوح. في ناس مأجورين موجودين حقيقة، يعني في ناس بيثيروا الشغب زي أحداث بورسعيد، استاد بورسعيد دوت اللي أشعل الفتيل ده كله، في ناس يعني جايين يعملوا هذا الأحداث وهذا المسلسل القاتل اللي حصل دوت، ومرتبط بأحداث كتير قبل كده يعني علشان يبقى في عدم استقرار في البلد. والحقيقة عدم الاستقرار دوت في ناس كتير جدا مستفيدة فيه، يعني مستفيدة بهذا عدم الاستقرار، في قوة كتير جدا في الحكومة برضو الحقيقة مستفيده. مش حكومه جنزوري، في المجلس العسكري ممكن يتقال دوت، يعني في بعض الناس ممكن تكون مستفيده من الاوضاع دي ان هم الملجا الاخير يعني. وفي برضو مستفيدين من قوه العهد القديم، مستفيدين في قوة اخرى مستفيده كتيره من الاحداث اللي بتحصل دي، وهم مش مشاركين في يعني في تأجيج هذه الصراعات او هذه العنف، لكن هم مستفيدين يعني حدث ممكن نستفيد بيه يعني. لكن طبعا هو على المستوى يعني الاستقرار بقى المنشود للجميع، طبعا دي احداث كلها مرفوضه، مفترض ان يكون
الحل لهذه العنف زي ما قلت حضرتك بمبادرة سياسية واضحة بتحقيق مطالب عادلة ولا يختلف عليها اتنين في مصر دلوقتي. وتصور دوت الخطوه الوحيده الحقيقه وسريع بنفس رتم الشارع المصري زي ما حضرتك قلت. في تفاوت يعني الحكومه بتمشي ببطء شديد جدا بالمقابل السرعه اللي بيمشي بها الشارع. امبارح عقد وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم مؤتمر صحفي واتخذ فيه قرارات اعتقد ان هي مهمه جدا واهمها توزيع رموز النظام السابق على السجون المختلفه. حضرتك مع الخطوه دي؟ وطبعا هي كانت طلب من طلبات النواب مجلس الشعب. هو طبعا هي خطوه يعني اتصور انها برضو بترضي الراي العام. وخطوه يعني هي يعني انا اتصور ان الجانب السياسي فيها مهم جدا انه يتاخد دلوقتي. ان في كلام حوالين او اتهامات هي برضو يعني انا مش قادر يعني محتاجه جهه تحقيق قضائيه واضحه تقدر تقول اهل تورا بيعملوا حكومه تورا بتعمل ايه. احنا برضو مش عارفين الحقيقه حكومه تورا بتعمل ايه بالظبط. محدش عارف هل هي فعلا بتأجر ناس وبتعمل دوت والاستاذ مبارك مرتبطه بيها. يعني في افكار مفترض ان هي تبقى واضحه ما تبقاش ما تتركش لتفسير الناس وعادات يعني سوري عادات المقاهي كده وبتاع وناس تتكلم فيها وصرصرات البيوت. مفترض دوت يبقى في لجنه لتحقيق الكلام فعلا اللي كان هم فعلا يعني متورطين حكومه تورا ومتورطين في هذا الاحداث. دي جريمه اخرى يعني جريمه ثانيه جريمه لا تقل عن جرائمهم طوال 30 سنه ايام حكم مبارك. احنا برضو واخدين ده باستهانه وببساطه الحقيقه مثيره للشك. ليه سايبين ده وليه سايبين الاتهامات المرسله دي تتقال والطرف الثالث وبعدين ما نمشيش وراه. يعني الحقيقه مفترض ان فطبعا خطوه توزيعهم دي خطوه تصور هي يعني لحد دلوقتي هي بترضي الشارع السياسي بترضي الغضب الناس لكن جدواها ايه الحقيقيه انا مش قادر اعرف مش عارفين. الناس بتخمن تقول ما فيش تصريحات واضحة ومحددة بتتهم طرف من الأطراف وبالتالي كل واحد يعني بيحاول يتخيل. فمفترض في لجنة قضائية تحل الأزمة ديت يعني تشوف أهل تورا بيعملوا إيه يعني إيه المشكلة جهاز يعني جهات قضائية وتشوف أدلة وتشوف يعني اتهامات محددة وتحقق معهم تاني في دورهم في كطرف ثالث وتحقق مع السيد مبارك يتحقق معها يا بتعمل إيه. يعني في حاجات لازم ودي تطرح قدام الراي العام ما فيش سر بالحكايه ديت يعني. طب لجان تقصي الحقائق سواء التابعه لمجلس الشعب او التابعه لحقوق الانسان دورهم ايه؟ دورهم ايه وليه استنينا لمده سنه بدون نتائج لاي حادث مؤسف حصل في مصر؟ هو دور حقوق الانسان يعني ما هي مش مرتبطه قوي بال يعني بتحقيقات من هذا النوع تحقيقات جنائيه من هذا النوع يعني اللي هي تشوف حكومه تورا ممكن تشوف حوادث المساجين او المعتقلين داخل السجون وتشوف احوالهم يعني هو اهم بكتير كمان من حكومه تورا ورموز النظام السابق هو المتهمين بقتل المتظاهرين. هي طبعا هو ممكن دورها ان هو الضغط على الراي ضغط يعني او تعبير عن ضغوط الراي العام على الحكومه ان هي ممكن تقوم بتقارير تعد تقارير وتعد وتصيغ مطالب الناس بشكل قانوني مش بشكل بقى يعني عشوائي كده او بشكل يعني ما فيهوش نضج سياسي يعني هي مفترض تعمل دوت الحقيقه يعني. لكن طبعا هي في ازمه جامده بمساله التمويل والحاجات دي كلها. ايوه التمويل الاجنبي ليها دي هي في ازمه ما تتصورش ان ممكن تقوم بدور دلوقتي في الازمه اللي احنا فيها ديت اللي كان ممكن تقوم بيه قبل كده قبل الازمه المصارحه حوالين التمويل الاجنبي ليها يعني. ويعني بالمناسبه دي منظمات المجتمع المدني اللي تم ايقاف عدد منها مداهمه بعض مقرها يعني والتحقيق مع بعض يعني حوالي 49 واحد دلوقتي منهم امريكان منهم اجانب ولا بس 19 امريكا اظن وخمسه من فنلندا ولبنانيين اظن ومصريين طبعا بيتحقق معاهم وممنوعين من السفر. ايوه حوالين ان في اتهامات الحقيقه اتهامات انا مع الخطوه دي الحقيقه عشان يعني الازمه او الغموض اللي بحيط بمؤسسه منظمات حقوق الانسان ان الغموض دوت يتزاح ونفهمه يعني تمويلهم بيروح فين بيجي بيتعمل ايه هما مستفيدين على المدى الطويل هذا التمويل طبعا لازم ان احنا الخطوه دي تتعمل وبشكل نزيه يعني انا مش شايف ديت خطوه ممكن تضايق حد يعني. الخطوه جت متاخره ولا جت في ميعادها؟ هي متاخره طبعا زي كل حاجه مبارك اتاخرت خطوه متاخره الحقيقه. طب حضرتك يعني تتخيل في الفتره الجايه الوضع في الشارع هيكون عامل ازاي وامتى فعلا ممكن يهدى؟ هو طبعا يعني لا اتصور يعني هدوء بالمعنى اللي احنا يعني بنطمح اليه بدون تحقيق بعض المطالب الاساسيه ان 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 ثوره 25 يناير ان هي تبتدي يعني تعيد صياغه الحكم في مصر بمعنى اللي بيحكم هم الناس اللي كانوا
يعني مضطهدين واللي هم كانوا تعرضوا لظلم طويل ايام حسني مبارك. الطبقه الوسطى اللي تعرضت للانهيار، الطبقات المنعدمه اللي هي الاقل من الوسطى اللي يعني اللي بتجد الاكل والشرب بالعافيه. مفترض ان تيجي حكومه من دول تعبر عن الطبقه الوسطى، تعبر عن يعني تغيير يعني زي ما بيقولوا في علم السياسه تغيير البناء الاجتماعي او السلطه الاجتماعيه اللي بتحكم تتغير. وده اللي يعني الثوره مش هتبقى ثوره بحقيقي الا لو ده حصل، يعني ان تيجي ان فئه رجال الاعمال الكبار واللي عملوا زواج مع السلطه وهم دول بيحكموا البلد وبياخدوا قرارات الحقيقه في منتهى الاهميه، مفترض دول خلاص يعني وقتهم انتهى ان هم يعني ودوا البلد في ازمه طاحنه. يعني ده مش ممكن يتحقق في وجود المجلس العسكري؟ وهل ممكن المجلس العسكري مش دوره ان هو تم نقل السلطه؟ المجلس العسكري مش دوره انه يحكم رئيس مدني؟ لا، هو المجلس العسكري بيحكم بشكل استثنائي، يعني هو مش مطالب، هو يعني الحكومه اللي بيقول عليها مش بديل، هو ده الوضع الطبيعي ان يحكم سياسيين بيحكموا، ده الوضع الطبيعي. والمجلس العسكري برضه لا يعترض على تسليم السلطه، لكن هو بيعترض على توقيتاتها يعني، لكن المبدا نفسه محل اتفاق الجميع. لكن انا بتكلم حوالين يعني فئه رجال الاعمال اللي كانت بتحكم الوزراء، اللي كانوا بيحكموا رجال اعمال وفي وزراء في نفس الوقت، يعني هم رجال اعمال الصبح ووزراء بعد الظهر، وما تفهميش ايه كانت لخبطه جامده، ونواب احيانا ونواب في بعض الاحيان ووزراء وكل بيعملوا كل حاجه الحقيقه. مفترض ان دول السلطه دي تنتهي وهم يمارسوا دورهم كرجال اعمال بس، يعني بدون في اطار يعني بناء تشريعي وسياسي واقتصادي يعبر عن دوله للجميع مش دوله بتاعتهم. هم كانوا حقيقه كانوا سارقين الدوله، او يعني مش سارقينها، هم كانوا معظم الدوله مسخره لتحقيق مصالحهم على حساب 90% من الشعب تقريبا او اكتر كمان. ده المفروض المعادله دي تتغير، ان تيجي حكومه بتعبر عن 90% اللي كانوا معرضين يعني للاضطهاد وللتهميش، لا صحه ولا علاج ولا تعليم ولا سكن ولا فرصه لمستقبل. يعني المساله ديت لازم يكون لها نهايه، يعني اللي هيعبر عن دوت تمثل الثوره وتمثل الشعب المصري عموما. بالظبط، يعني هو دوت تغيير، يعني تغيير السلطه اللي كانت بتحكم بسلطه اجتماعيه اخرى. هي دي الثوره. الثوره بتعمل ايه؟ الثوره انها يعني بتعيد تشكيل طبقات المجتمع بشكل مختلف. يعني لو ده ما حصلش يبقى مفيش ثوره، يبقى في غضب، في يعني في غضبه، في هبه، لكن ما هي الثوره. الثوره في النهايه زي ثوره 23 يوليو، اعاده كان في اقطاع بيحكمه مع راسماليين، اعاده صياغه الكلام ده كله، بقى بيحكم الطبقه الوسطى في عبد الناصر. المفترض ده يحصل حاليا في 25 حكومات ثوريه بعد الثوره، في يعني اكيد كان ليها يعني في ايام عبد الناصر كان ليها اهميه. هم كانوا عسكريين الحقيقه مسكوا الحكم، لكن ما اقدرش اقولهم هم كانوا عبروا عن الطبقه اللي بتكلم عليها دي، يعني المضطهدين دول. اكيد لو سرعنا ببدء انتخابات الرئاسه هيكون في صالح الثوار ولا ضدهم؟ هو الحقيقه هو في ازمه برضو، يعني المجلس العسكري الحقيقه اخطاء، يعني الحقيقه انا بتصور انها فادحه في السنه اللي فاتت دي في ترتيب بناء الدوله الثوره. هي عمل يعني حط زي بيقولوا الحصان او العربيه قدام الحصان، في يعني هو الحقيقه دخلنا في متاهات هو كان في غنى عنها، وهو فقد يعني ارض كتير جدا مع الناس وتواصل مع الناس بناء على القرارات دي، عاقته عن اتخاذ قرارات صحيحه. كان مفترض يبقى في الاول دستور يحدد هويه الدوله اللي بنتكلم عنها دي، ده الطبيعي. هو حصل عمل انتخابات وبعدين عمل دستور وبعدين عمل مجلس انتخابات تشريعيه للبرلمان ومجلس الشورى، وبعد شويه في انتخابات رئاسيه. مفترض الرئيس اللي هيجي يبقى في دستور قبل ان هو بيقسم على دستور. دلوقتي الدستور هيجي بعد ما الرئيس يتعمل، بعد الرئيس يجي طبقا للكلام اللي اتقال دلوقتي، يعني تبكين بالرئاسه. طب هيقسم على ايه؟ يعني في بعض القانون بيقولوا دوت زي اللي حصل في مجلس الشعب، يعني بيقولوا الرئيس دوت لما يجي يقسم باحترام الدستور، انهي دستور اللي هيقسم عليه؟ فده يبقى رئيس غير شرعي او غير دستوري. فلازم نعمل انتخابات رئاسيه ثانيه بعد الانتخابات. هي في لخبطه حصلت، واللخبطه ديت عايزه واحد يعني او عايزه مجموعه من الخبراء الدستوريين القانوني بتوعنا، واحنا عندنا يعني فطاحل في الموضوع القانون الدستوري، يبتدوا يعيدوا صياغه الحكايه ديت، يعني شوفوا لنا مخرج. يعني حضرتك مع بدء نبدا بالدستور قبل انتخابات؟ هي اتلخبطت، يعني انت تبدا هنا تبقى هم لخبطوها خلاص. يعني هي المساله دلوقتي هي لو بدات بالدستور بدات بالرئيس هي لخبطوا الحكايه كلها خالص الحقيقه. يعني مخرجها ايه بالتحديد محتاجه، يعني لو احنا انتخبنا رئيس حاليا دلوقتي هنحل ازمه سياسيه، بس هنوقع في ازمه دستوريه، لان القانون الرئيس دوت هيبقى غير دستوري طبقا لل يعني لاساتذه القانون. لو اجلناه يبقى احنا السلطه المجلس بيحكم، المجلس بيحكم دلوقتي ضد رغبه الشارع، يعني الشارع عايز يسلم تسليم السلطه. يعني هم حطوا المجلس العسكري حطينا في ازمه هو كان في غنى عنها الحقيقه. لكن انا بتصور ان احنا نمشي طبقا يعني نعمل بقى المجلس ويتعمل دستور قبل الرئيس، بحيث الرئيس يجي عشان يعني نقي انفسنا من ازمه دستوريه هتيجي بعد كده هتواجهنا يعني.
ومش عارف هل ده مخطط يعني هم عايزين يدخلونا، يعني اللي بيفكر كده ما اعرفش من هو الحقيقه في البلد يعني مجلس او غيره، هو بيخطط لده ولا هو يعني قليل الخبره وقليل الحيله؟ الحقيقه يعني مساله مثيره، وبعدين بيلعبوا على بيثيروا غضب الناس بالكلام ده، غضب الشارع بيثار من السياسات ديت. يعني في سياسات لا تلبي مطالب المتظاهرين، وسياسات لا تبني دوله حديثه، والشارع زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام بيتجاوز هذه المنظومه بالكامل، وفي الاخر عايزين يحلوها باسبرينه. طب ما ينفعش يعني، الموضوع اكبر، محتاج يعني ممكن البرلمان يبتدي يجد صياغات مع يعني متصور دوت يعني ان يكون يعني لو حاولنا نلخص كلامنا هو هنرجع نقول تاني تحقيق مطالب الثوره من الاول، للاسف هم يعني زي ما نكون ما خدناش ولا خطوه كده لقدام. احنا طبعا يعني الخطوه الكبيره اللي خدناها في ان احنا اسقطنا حكم ديكتاتوري، ده دي خطوه وحكم يعني طبعا اسقاط نظام، واتصور مش مجرد اسقاط نظام الحقيقه، هو يعني اسقاط نمط تفكير في مصر استمر الاف السنين، ان في رئيس بيملك كل شيء ويعرف كل شيء، فده سقط الفكره دي سقطت، بناءها بناء بقى بديل ليها بناء ديمقراطي. اتصور دوت يعني مساله الحقيقه في غايه الاهميه، واحنا المفروض نفخر بيها مع رغم كل اللي بيحصل دلوقتي، نفخر ان احنا قدرنا فعلا اول مره في تاريخنا نتحط قدام يعني فرصه لبناء نظام سياسي ديمقراطي ويحقق عداله، يحقق عداله اجتماعيه، يحقق حريه، يحقق كرامه للناس. الفرص موجوده، قبل كده ما كانتش موجوده، يعني كان في حد بينوب عنا لتحقيق المطالب دي، وهو بقى يعني وذوقه يعني لكن احنا حاليا بنملك هذا الحق ان احنا نحدد مصيرنا بنفسنا، فدي مساله يعني حتى عبد الناصر مثلا بكل وطنيته فشل في اقامه ديمقراطيه، وكان الحقيقه كان يعني وشوه شخصيه مصريه بدون ان يقصد كاعراض جانبيه، يعني الوضع ده شوه كتير جدا في شخصيه سياسيه مصريه لكن في النهايه احنا الان بعد ثوره 25 يناير، ودي عظمتها ودي اللي احنا الاجيال الجايه هتفخر الجيل ده واتعمل بالثوره دي لما نتجاوز هذه المظاهرات والمسائل اللي بتحصل الاعراض الجانبيه دي، هيفخر بان احنا هذا الجيل اللي احنا كنا فاقدين في الامل ان هو كان راس رمح لاعاده صياغه العقل المصري كله. يعني دي التصور ديت مساله يعني التاريخ هيذكرها بعد 100 سنه، هتبقى اهم من ثوره 19 واهم من ثورات كثيره جدا يعني، وهيكون لها يعني انعكاساتها على الاقليم كله، على العالم العربي كله، التصور هيحصل يعني. صحيح باذن الله. استاذ محمد عصمت مسؤول الطبعه الثانيه لجريده الشروق، بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا يا فندم. مشاهدينا لسه معانا فقره هنتابع فيها الاحداث في الشارع المصري بس بعد الفاصل.